فاتقوا الله ربكم بالإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات في هذا الشهر الكريم، فقد نزل بكم شهر الخيرات يعظم الله فيه العمل الصالح ويضاعف فيه الحسنات ويتجاوز عن الكبائر والموبقات. كتب الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فهو أفضل الشهور. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه أن رمضان كفارة لما بينه وبين رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويحثهم على العمل فيه: ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره. وهو شهر جمع الله فيه العبادات، الصلاة والزكاة لمن زكى فيه، والعمرة فيه تعدل حجة، وكثرة التلاوة والذكر والإحسان وبر الوالدين والأقربين والصدقات. فاستكثروا فيه من الخير واستقبلوه يا عباد الله بالتوبة، واستقبلوه يا عباد الله بالتوبة من كل ذنب وبالخروج من المظالم. ومن أفضل أعمالكم أداء زكاة أموالكم